بسم الله، تمارين حول درس الإحصاء لمستوى السنة الثالثة إعدادي الموسم الدراسي 2015-2016، تمرين رقم 11. حصل 20 تلميذا في قسم من الثالثة إعدادي في أحد فروض مادة الرياضيات على النقاط الآتية، هي النقاط ديالهم كاملين. السؤال الأول: أعطي جدولا للحصيصات. السؤال الثاني: بيّن أن المعدل الحسابي لهذه المتسلسلة الإحصائية هو 10.05. ثالثا: بيّن أو مثل مبيانيا هذه المتسلسلة بمخطط بالعصي أو مخطط بالأعمدة بحال بحال. للإشارة، هذا تمرين أيضا موضوع ضمن تمارين مقترحة في امتحان موحد للرياضيات للسنة الثالثة إعدادي. يلا سأنتظرك. يلا نبدأ عملية التصحيح، نشوف الجواب. أولا سننشئ جدول الحصيصات، يعني المعلومات اللي حصلنا عليها في التمرين غادي نحاولوا ننظمها في جدول فيه قيم الميزة وفيه الحصيص. قيم الميزة هي 3 و8 و9 و10 و11 و15، ثم الحصيص 2 3 4 و2 و5 وأخيرا 15، حصيصها هو 4. ثانيا، نبدأ أو لنبين أن المعدل الحسابي هو 10.05. أعيد، لنبين أن المعدل الحسابي هو 10.05. عادي نعود نذكر هنا القاعدة للحساب المعدل الحسابي. تقول هذه القاعدة: المعدل الحسابي هو مجموع جداءات قيم الميزة والحصيص الموافق لها على ماذا؟ نعم، على الحصيص الإجمالي. ثم نطبقها حرفيا هنا: M تساوي جداء الميزة 3 في الحصيص 2 زائد الميزة 8 في الحصيص 3 زائد الميزة 9 في الحصيص 4 زائد الميزة 10 في الحصيص 2 زائد الميزة 11 في الحصيص 5 زائد آخر ميزة اللي هي 15 في الحصيص الموافق لها اللي هو العدد 4، ثم نقسم على الحصيص الإجمالي أي مجموع الحصيصات: 2 زائد 3 5 زائد 4 9 زائد 2 11 زائد 5 16 زائد 4 تساوي 20، هاي كتبناها. ثم نحسب M تساوي هذا المجموع، يعني نعود نبسطه أكثر، نعم يعني M تساوي هكذا 201 على 20، أي M تساوي 10.05، وفعلا هذه القيمة اللي عندنا في المعطيات. لنمثل مبيانيا هذه المتسلسلة الإحصائية بالعصي. المبيان ديالنا هو هذا، وضعت الخلاصة ديال الشكل التي نطلعوا باش تشوف، هو هذا المبيان ديالنا. دير كما ترى هنا في هذا المحور مثلنا قيم الميزة، وفي هذا المحور مثلنا حصيصات أو الحصيص. نبدأ بقيمة الميزة 3، ها هي قيمة الميزة 3، الحصيص الموافق لها هو 2. إذا تمثل النقطة ذات الإحداثيتين 3 و2، هذه الممثلة باللون الأحمر. تقيم، ثم نربط هذه النقطة بهذه النقطة بواسطة هذه العصا أو هذا العمود. تقيم، ثم نمر إلى الميزة التي تليها اللي هي الميزة 8. إذا نظرت إلى الجدول فالحصيص الموافق لها هو العدد 3. هاو، إذا ننشئ النقطة ذات إحداثيتين 8 و 3، ثم ننشئ بعد ذلك هذا العمود.
أو مسقط والعمودي على محور الأفاصيل اللي غادي يعطينا هاد القطعة هادي. ثم بعد ذلك الميزة 9، فالميزة 10، والميزة 11، وأخيرا الميزة 15. متفقين؟ وهكذا أنشأنا مبيانيا بالعصي لهذه المتسلسلة الإحصائية. انتهى هذا التمرين من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية صفاء مراكش. إلى اللقاء.